هو حاول ان هو يخدع المجتمع الى ان يتمكن من المجتمع، ولما تمكن من المجتمع شفت حضرتك التغول على كل السلطات، التغول على السلطة القضائية اللي سيادتك أشرت ليها، محاولة هدم مؤسسات الدولة الحاملة، محاولة الاعتداء على كل المؤسسات الشرعية في الدولة، تكريس الحكم إلى هذا التنظيم. طبعا التنظيم صار على طول الخط في تناغم واضح مع الأهداف اللي رسمت، واسم البنا ما ابتداش استخدامه بالمناسبة مش من أول يوم، اسم البنا ابتدى استخدامه من أوائل الأربعينيات بعد ما التنظيم أسس وابتدى ينتشر في قلب المجتمع وقويت شوكته، فظهر اسم البنا. يعني الأول مرة يتم استخدام اسم حسن البنا كان في أوائل الأربعينيات، يعني هو والده كان مسميه وبيطلق عليه السعاتي، لقب السعاتي. بالزبط. حلو. بالزبط. وفضل كده فترة، وكان بالزبط. بيكتب حتى في النذير باسم السعاتي. كان بيكتب أحمد عبد الرحمن السعاتي. امتى قرر ان هو يكتب البنا؟ في أوائل الأربعينيات بقى، لما ابتدى التنظيم يتمكن وينتشر ويصل إلى القرى في ربوع الدولة المصرية ويضم عدد من الأعضاء. ده مدلوله إيه؟ الإحساس يعني إن التنظيم أصبح قوي بما فيه الكفاية لكي يعلن عن هويته لهذا المجتمع. وهنا لما بيعلن أن الاسم البنا هو بيوصل رسالة للداعم ليه من بره، أن أنا على أرض الواقع أهو رفعت اسمك، حطيت اسم البنا، البنا اللي هو استخدمه مرسي بعد كده لما قلت لحضرتك. مش حسن البنا بس ومش سيد قطب بس، لا، في مجموعة كبيرة، يعني حتى بما فيهم عبد الرحمن السندي اللي أسس التنظيم الخاص اللي هو التنظيم المسلح للإخوان. يشار لي أنه من الماسونيين الكبار اللي في هذا التوقيت دخلوا في قلب التنظيم. معلومة تانية مهمة برضو، المرشد العام اللي جالهم بعد إعدام حسن البنا حسن الهضيبي، الشيخ الغزالي اتهموا مباشرة أنه الماسون الأكبر اللي دخل ونجح في التغلغل، لأن هو لا كان عضو مكتب إرشاد ولا كان عضو تنظيم مكتب تنظيم خاص، ولا هو كان محب للإخوان من الخارج بس، حتى هو كان بيقول بيوصفه بأنه هو أقرب إلى تبني الأفكار الملكية. ده دفع ثمنه الشيخ الغزالي أنه تم فصله من التنظيم بقرار من حسن الهضيبي. بس شوفي المفارقة علشان نبقى فاهمينها، إذا كانت هي دي الحقيقة اللي ذكرها الشيخ الغزالي عن الهضيبي، وطبعا الهضيبي كان على علاقة قوية جدا بسيد قطب، شوف العلاقة اللي شبهها بين الشاطر وبين مرسي بعد كده. سيد قطب هو اللي راح أمريكا، حسن الهضيبي هو اللي بقى المرشد، بس سيد قطب هو اللي كان معروف، يعني واضح ان هو اللي بيمشي التنظيم وهو اللي عارف كل حاجة عن التنظيم، بيستنوا قراراته. بالظبط. وفي الناحية التانية مرسي هو اللي راح امريكا، بس مرسي هو اللي جه، وده كان امر مستغرب جدا. طب اشمعنى مرسي واشمعنى مرسي جاي يحكم مصر؟ ليه قفزت حضرتك من الهضيبي لان وسيد قطب المرسي؟ المقارنه واضحه بين الهضيبي وسيد قطب ومرسي وخيرت الشاطر، ان ان في حاجه، في ادوات خارجيه، ويمكن ده كان الاتهام اللي وجهه الغزالي في هذا التوقيت، ان في ادوات خارجيه وفي قوه خارجيه دفعت بقوه وضغطت بقوه لكي تعلي من شأن طيارها اللي بيحمل أفكارها، علشان تقدر تتغلغل بقوة في قلب هذا المجتمع وتقدر تضرب هذا المجتمع في صميم دينه. علشان كده خلي بالك، مش تنظيم الإخوان بس اللي كان بيمثل خطورة على أفكار الدولة الوطنية، في نفس التوقيت مثلا كان عندك تنظيمات في مناطق عربية تانية، يعني الحركة الوهابية في أصول لها، أصولها غريبة جدا ودعواتها أقرب لدعوات الإخوان والتشدد وفي نفس الوقت هم بينتشروا في قلب المجتمع إلى أن يتمكنوا من مفاصل الدولة ثم يتحكموا في مصيرها
ويخضعوها لتوجيهات وسياسات المسؤول الأعظم اللي هو بيوجههم فيها. كان في نموذج ويقوم بمعاقبة أو وتجريم من يخالفهم الرأي أو من لا يتبع أهوائهم ونظامهم وقواعدهم بحجة إن هم بيطبقوا شرع الله. عارفة حضرتك يا فندم كان في يهود الدونما في تركيا. يهود الدونما في تركيا دول تخفوا ومارسوا الشعائر الإسلامية، وما كنت ممكن تشوف الواحد فيهم بيصلي ويصوم ويحج ويعمل كل حاجة، إلى أن تمكنوا من القضاء على صحيح الدين في تركيا، بس استبدلوه بقى مش بدين الإخوان، استبدلوه بالحركة العلمانية اللي حصل عنها ردة بعد كده شديدة جدا في الفترة الأخيرة اللي احنا شفنا التيار الثاني اللي ابتدى يطلع في تركيا. ده دورهم دايما ان هم بيخلقوا مثل هذه النزاعات في قلب، ممكن يتسلل الى قلب الدولة بتاعتك يتعامل معاك، يعني ممكن ما تبقيش عارفة ان اللي قاعد جنبك هو منتمي الى هذا التنظيم. عشان كده حصل انكشافات كتيرة جدا الفترة من 2011 ل 2013، هم اللي احنا بنتعامل معاهم دول اخوان فعلا؟ طب هم كانوا فين؟ هم كانوا اعضاء مخفيين، انما وهم كانوا اعضاء مخفيين ليه؟ لان هم مطلوب منهم ان هم كانوا يمارسوا هذا الدور. ايوه يا استاذ احمد، يعني معنى كده